والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها السادة الأفاضل، إننا في هذا المهرجان العظيم وفي هذه المناسبة الغراء وفي هذا المؤتمر العظيم بعنوان القدس هوية الأمة، أيها السادة، قال الله تبارك وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة، وقال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نحن أولياء داود، نحن الذين نرمي بالأحجار نتنياهو، ومن يوالي نتنياهو، ومن يصادق نتنياهو، نحن نرمي بالحجارة بإيران وأصحاب إيران، نحن بأيدينا الحجارة، ولكن كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله، بإذن الله، والله مع الصابرين. عباد الله، لابد من العودة الصادقة الحميدة إلى القرآن والسنة، لابد أن تنظروا إلى أبي عبيدة الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، لابد أن تكون عندكم عساكر معدة، لابد أن تكونوا تقودون هذه العساكر من خلال الأعداء لأن يغلب الله الحق على الباطل. لا تكفيكم المؤتمرات ولا الندوات ولا الاجتماعات، لابد أن تعلموا أنكم إذا خالفتم أمر الله وتركتم التمسك بسنة رسول الله ونسيتم عمر ونسيتم أبا عبيدة وخالدا ونسيتم القادة التابعين الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن الفلاح ولا النجاح ولا النصر ولا التمكن إطلاقا مهما جمعتم مهما أنفقتم مهما فعلتم، لا ابتلي الأمر إلى تلك الأيام الظالمة وإلى ذلك التاريخ المجيد. لا بد أن تعرفوا أعداءكم، عدوكم الأكبر أمريكا، عدوكم الأكبر روسيا، عدوكم الأكبر بريطانيا. من الذي تعاهد مع بريطانيا؟ من الذي أقام حسبة الأمم؟ من الذي أقام منظمة الأمم المتحدة؟ من الذي أقام مجلس الأمن؟ من يتحكم فيه؟ لقد كان العلامة محمد إقبال سمى منظمة الأمم المتحدة وقبلها حسبة الأمم سماها مجلس شورى إبليس. وقد مثل فيه الصهاينة أكثر من 80% و 90%، وأنتم ترجون عن طريق عبيدهم، عن طريق رقيقهم، عن طريق عملائهم، عن طريق مقاربيهم وأصدقائهم، هل تريدون أن تلتمسوا المد عن طريقهم؟ كلا والله، كلا والله. من الذي منع، من الذي منع عسكر الإمام حسن البنا أن يصب هذا البلد؟ من الذي وقف دون المقاتلين والمجاهدين؟ من الذي يسمي عزة؟ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يا أصحاب المعاني، أما ترون أن غزاة تعاني؟ يا أصحاب المعاني، هذه رسالة لحكام أمتنا، هذه رسالة لحكام أمتنا فلسطيني وغزيني فقد أهله وفقد عائلته في حرب غزة. أقولها بصرخات اليتامى وأرامل وتكالى يعيشون الآن في شوارع غزة. يا أصحاب المعاني، أما ترون أن غزة تعاني؟ 22 دولة عربية وإسلامية ليس بقدرتها أن ترسل إلى غزة بطانية. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا هو الذي رفع راية الإيمان، ولا إله إلا هو الذي مزق راية الكفر والطغيان. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام ومصباح السلام. عباد الله، مررت بالمسجد المحزون أسأله هل بالمصلى والمحراب مروان؟ تبدل المسجد المحزون واختلبت على المنابر أحرار وعبدان،
تلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى ولا الأذان عذاب. معاشر المسلمين، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها أشقاؤكم في دين الله في أرض الربا بيت المقدس في فلسطين والحصار الاقتصادي من البحر والبر والجو في قبل أعداء الدين وأعداء الأنبياء وأعداء الأمة الإسلامية، في هذه الأيام تتفجر فيها الدماء على أرض الإسراء وتبذل فيها الأرواح رخيصة في سبيل الله، ويقف فيها إخوانكم المسلمون في فلسطين. المسجد الأقصى دمعة في عين كل مسلم، المسجد الأقصى طعنة في قلب كل مؤمن، المسجد الأقصى مصيبة يعيشها المسلمون العرب والمسلمون الهنود والمسلمون الأكراد والمسلمون الأفغان وبعض العرب أيام الصليبيين. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا نصيرا وكان ربنا قديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله سميعا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، يجب على كل من يفتقر ويعتز بانتمائه إلى دين الإسلام أن يسهم في المهمة التي يمارسها حكمة من المسلمين. فأين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع أقوالهم؟ أننتظر من النصارى أن ينصروه؟ أنا أترقب في كل يوم قراراً من الناس أو من مجلس الأمن أو من غيره؟ أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألوا عن امرأة قتلى وقتل النذيل وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين قراراتكم؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة؟ لنعتبر.